السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا اليوم في هذا الفيديو تمرين هو ممتاز، وصلنا عبر الأصدقاء ديالنا في الواتساب وخدمناه ووضعنا عليهم الجواب، وارتأيت أن باش يستفدوا الجميع كذلك، حيت ماشي كل شيء معنا في الواتساب، ما إلى حين يوليو معنا حتى هما في المجموعة. وتمرين مزيان وغادي نستفدوا منه أكثر، وهو مأخوذ من امتحان. إذن هذا التمرين هذا راه مرتبط بالحجم والكتل، بين عنده علاقة ما بين الحجم والمساحة وبالكتلة الحجمية. قبل ما نبدأ كملاحظة كنبهنا لها واحد الصديق ديالنا توا في الواتساب وصديق ديالنا في الواقع أصلا، بأن الكتلة الحجمية هذه بي ما تتقرش بي، تتقرأ غو فعلا. وكاين رمز آخر اللي هو مو توا، ولكن احنا تنستعملوا هذا، تنستعملوا شهادة لي زونغلو ساكسون، يعني الانجليز اللي تيستعملوا هذه بزاف. والمهم راه سميتو غو، الرمز ديال الكتلة الحجمية. والكتلة الحجمية هي كما شفنا ام على في، الكتلة على قسمة الحجم. اذا نعقلوا عليه، غادي تشوفوه في الاعدادي ان شاء الله وفي الثانوي كذلك. اذا نبداو الدرس ديالنا على بركه الله. اذا وقفوا الفيديو، خدموا التمرين، ومن بعد رجعوا شوفوا التصحيح وشوفوا الشرح كذلك. مزيان، كتله قطعه معدنيه من الالومنيوم على شكل اسطوانه قائمه، وهي قطعه من الالومنيوم، ارتفاعها الارتفاع ديالها هو 25 سنتيمتر. هي شكون هي؟ هي هذه الكتله، هذه الكتله ديالها، ما عطاوهاش لك تما، عطاو لك حتى الاخر ديال الجمله، 7347.6 غرام. احسب قطر قاعده، اذا ما نحسبوا القطر ديال القاعده ديال الاسطوانه، نحسبوا القطر. اذا علمت ان الكتله الحجميه للالومنيوم، الكتله الحجميه ديال الالومنيوم هي 2.6 كيلوغرام في الديسيمتر المكعب. مزيان، اذا شنو بغينا نحسبوا حنا؟ بغينا نحسبوا القطر، ديال القاعده. اذا باش نحسبوا القطر ديال القاعده، راه ماشي مباشره غادي نجي ونحسبوا القطر ديال القاعده. اذا غادي نوريكم المراحل باختصار، ومن بعد غادي نمشيو التمرين نجاوبوا عليه، نوضعوا المعطيات. اذا هي نديروا الرسم التقريبي للاسطوانه. هذه الاسطوانه هذه عطاونا بان الارتفاع ديالها هنا اش تساوي 25 سنتيمتر. مزيان، وهما سولونا حنا في السؤال عطاونا نحسبوا، ها هو نديروا بالاحمر، نحسبوا القطر ديال القاعده. هذا القطر هذا دي، اما دي كبيره ولا دي صغيره، وعطاونا الكتله، وهذا الأسطوانة عطاونا الكتلة الحجمية، هي من الألمنيوم، وعطاونا الكتلة الحجمية للألمنيوم هي 2.6 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب. إذا حنا باش نحسبو القطر أصلا خاصنا نحسبو الحجم أول شيء. باش نحسبو، وفاش نحسبو الحجم؟ الحجم شنو هو؟ هو مساحة القاعدة في الارتفاع. اذا حنا خاصنا اول حاجه نحسبوا الحجم، بعد منها فاش نحسبوا الحجم عندنا الارتفاع، يولي عندنا الحجم وعندنا الارتفاع. اذا غادي نمشيو نحسبوا مساحه القاعده، وبما ان القاعده على شكل قرص، اذا هي الشعاع في الشعاع في بي اللي هي 3.14. هذه غادي نكونوا حسبناها هنا، وغادي تكون عندنا حتى بي هي 3.14، وهذه غادي نكونوا حسبناها انطلاقا من هذه، وغادي نوجدو الشعاع في الشعاع، والشعاع فإلا وفاش غادي نوجدوه؟ راه هو القطر تساوي الشعاع في 2. إذا هادو هما المراحل باختصار. إذا نمرو للجواب ديال التمرين، والحجم منين غادي نحسبوه؟ من الكتلة الحجمية. مزيان، إذا أول شيء غنديرو
عندنا الكتلة اللي عطاونا هي 7,346.46 غرام. نحولها للكيلوغرام تولي هي 7,346.70 كيلوغرام. علاش حولتها الكيلوغرام؟ حولتها حيت في الكتلة الحجمية عطاوني الكيلوغرام على الديسيمتر مكعب، صحيح. ممكن اما نحولوا هذه الكيلوغرام ولا نحولوا هذه الغرام، بحال بحال نفس النتيجة نفس الطريقة. اما تحول هذه 2.6 وتولي عندك هي 2600 غرام وتخدم بها، مفهوم؟ ولكن الا خدمتي بالغرام خاصة هذه تحولها. ما حولتهاش ماشي مشكل، راه غادي يخرج لك الجواب هو النيت. اذا اول شيء نحسبوا الكتلة ديال القطعة المعدنية، هذه كتلة القطعة المعدنية هي هذه الجملة راه خاصها تجي هنا الفوق هي الاولى، مزيان. من بعد نمشيو للكتلة الحجمية شنو عندنا فيها. الكتلة بالكيلوغرام وعندنا الحجم بديسيمتر مكعب، ونوضعوا الجواب المعلومات عفوا في الجدول، مزيان. اذا عندنا هذه الكتله هي هذه 7,346، وبغينا الحجم ديالها وعطونا الكتله الحجميه هي 2.6 كيلوغرام في الديسيمتر مكعب. اذا 2.6 كيلوغرام نجي نوضعها هنا 2.6، شحال ديسيمتر مكعب قلنا 1. ومن بعد نحسبوا، اش غادي نحسبوا دابا؟ نحسبوا الحجم ديال هذه القطعه المعدنيه، حجم القطعه المعدنيه هو العمليه هي نضربوا هذه في 1 7,346 في 1، بين اللي ما بغاش يضرب في 1 ما يضربش ماشي مشكل، يجي مباشره ويقسم عليه 2.6، غادي توجدوا تتساوي هي 2.826، وإلا كتبناها هنا الوحدة هي ديسيمتر مكعب، 2.826 ديسيمتر مكعب. غنحولوها، علاش غادي نحولها؟ حيت عطاوني الارتفاع بالسنتيمتر، إذا أنزل الوحدة الأصغر، ولا الارتفاع نحولو، ولكن من الأحسن حول الحجم. إذا هي 2.826 سنتيمتر مكعب. إذا هذا هو حجم القطعة المعدنية، مزيان. إذا نقلو التصحيح هذا باش نمرو المرحلة الموالية، غادي نحتفظ فقط بهاد المعلومة اللي لتحت. بعد منها غادي نمشيو للمرحلة الموالية نحسبو مساحة قاعدة الأسطوانة، مساحة قاعدة الأسطوانة هي، أنو نعرفو علاش، حيت عندنا الحجم اش تيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع، الحجم هذا راه هو في عفوا تتساوي هنا، هذا هو الحجم ديالها. إذا في معروف عندنا، الارتفاع معروف عندنا اللي هو عطاو لنا في التمرين تساوي 25 سنتيمتر، وهذه احنا وجدناها هي هذه، مزيان. اذا ممكن نحسبوا مساحه القاعده كما قلنا، الا كان عندنا الضرب ندوزوا للجهه الاخرى تولي قسمه، اذا غتولي عندنا مساحه القاعده، عفوا مساحه القاعده اش تتساوي مساحه القاعده؟ تتساوي هذا الحجم قسمه، وهذه اللي دوزنا عنده الارتفاع،
إلا قسمنا الحجم على الارتفاع تعطينا مساحة القاعدة، وإلا قسمنا الحجم على مساحة القاعدة تعطينا الارتفاع. إذن هذه هي اللي غادي نخدمو بها، غنعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها. مساحة القاعدة الحجم هو 2826 سنتيمتر مكعب، قسمة عرفتو دابا علاش حولتها للسنتيمتر، حيت هادي مكعب، حيت هادي بالسنتيمتر 25 سنتيمتر، تساوي نمسحو هادشي ما بقيناش محتاجينو. إذا نقسمو الحجم على الارتفاع يعطينا مساحة القاعدة، وغادي توجدو فيها هي 113، راني حسبت أنا قبل، ديرو العملية وحسبوها، سنتيمتر مربع لأنها مساحة. مزيان، بعد منها غادي نمشيو نحسبو شعاع، إذا نوقفو ونقلو تصحيح، نمشيو نشوفو المرحلة الموالية. المرحلة الموالية نحسبو شعاع قاعدة الأسطوانة، ولا شعاع القرص اللي هو، إذا الشعاع هو. مزيان، إذا من غادي نجبدوه حتى هو من غادي نستخرجوه، شنو هي مساحة القاعدة؟ مساحة القاعدة هي الشعاع في الشعاع في بي، و بي معروفة اللي هي 3.14. إذا هذه معروفة عندنا وهذه معروفة عندنا، إذا غندوزو هذه للجهة الأخرى، عندنا ضرب غيولي قسمة، إذا تولي مساحة القاعدة قسمة 3.14. كنا اللي بقى عندنا، بقى عندنا الشعاع في الشعاع، إذا الشعاع في الشعاع شتي يساوي؟ تيساوي مساحة القاعدة قسمة 3.14. ديما مساحة القاعدة إلا كانت على شكل قرص قسم على 3.14 يعطيك الشعاع في الشعاع. إذا الشعاع في الشعاع شحال تيساوي؟ نعوضو مساحة القاعدة بالقيمة ديالها اللي وجدناها قبل، هي 113.04 قسمة 3.14، غنوجدوها تتساوي 36. عندنا الشعاع في الشعاع تساوي 36. هنا كاين واحد الاستنتاج بسيط، واحد العدد مضروب في نفسه، الشعاع في الشعاع يعني العدد مضروب في نفسه، شكون هو العدد اللي غنضربه في نفسه ويعطيني 36 في جدول الضرب؟ إذا هو الشعاع العدد هو 6، إذا الشعاع تساوي 6 سنتيمتر، الشعاع يساوي 6 سنتيمتر. مفهوم؟ عاد نجيو للمرحلة الأخيرة، ونحسبو قطر قاعدة الأسطوانة، قطر قاعدة الأسطوانة بكل سهولة. دابا المراحل كلهم اللي دازو راه حاجة توصلك حاجة، حاجة توصلك الحاجة، إلا خطأتي في مرحلة مشى كلشي. إذا شوية التركيز وعاودو وعاودو، راه غادي تستافدو منه. القطر شتي يساوي؟ تيساوي الشعاع في 2. شحال وجدنا حنا الشعاع؟ هو 6، إذا 6 سنتيمتر في 2، إذا القطر يساوي 12 سنتيمتر. نتمنى تكونوا استفدتوا من التمرين، وعاودوهم هادو راه تمارين جد مهمين، بحالهم تيتعطوا في الامتحانات وتيكون عليهم شويه النقط، ما تضيعوهمش، واخا تجيبوا المراحل صحاح، ومن الأحسن نتمنى تجيبوا التمرين كله صحاح. إذا إلى تمرين آخر من بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.